فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة حاجة كنت، ودعاء العبادة تعظيم لله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم هذا مسألة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا عبادة، ثناء على الله جل وعلا، تعظيم لله. إياك نعبد هذا عبادة، دعاء عبادة، وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي نصفين، فمن قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد هذا لله جل وعلا. إذا قال نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة، هذا للعبد، ولعبدي ما سأل. نعم.